يريد يعني يوجد نية صالحة، يريد دولة إسلامية. نحن هنا كثير شباب يأتي من أوروبا، يعني ما يفهم في الدين كثير، فنحن نريد دولة إسلامية، هذا يعني أشوفه أنا حق. بعدين جينا هنا هما يفهمون ما أشياء يعني موجودة في الدين. مثل أنا بصراحة أنا ما أعرف مثلا سبايا في البداية، حتى جيت لهنا في سوريا، دخلت سوريا يأتيني واحد وكان لابس قناع وكذا، أو أنت من وين؟ من إيطاليا. أبشر يوجد سبايا. إيش هو سبايا؟ ما فهم. بعدين قالوا هادو يعني كفار وهيك، فأنا في البداية ما أفهم في هاي المسألة. كنت عم تقلي السياسة، مين تقصد بالسياسة؟ يعني برأيك الأتراك هم كانوا بخلوا الشباب إنه يقطعوا على سوريا، هذا قصدك؟ تركيا أكيد هو ما يعرف، آلاف الناس دخول من تركيا، كيف يعني تركيا ما تعرف؟ هذا شيء واضح، الناس هما يعني هما يعرفون هذا الشيء، كيف هما ليس سكر الطريق؟ شو كنتوا تلبسوا؟ ماذا كنتم ترتدون؟ ماذا كنتم تأكلون؟ من أين كان يأتيكم بضائع؟ كيف كنتم تحصلون على النقود؟ هما هذا ترتيب إدارة، هما يعني يأتي بطعام ويأتي بالملابس، هما كله من تركيا، نعم هو كان حدود كله من تركيا يأتي. وصلت إلى الطبقة، هناك بالتأكيد خط أول معركة. لا في الطبقة، لا في الطبقة أنا جلست وبعدين تزوجت. إيه نعم، زوجتي الآن في المخيم وعندي 2 أطفال، وفي هذا الشهر إن شاء الله طفل جديد. زوجتك من أي جنسية؟ سورية. سورية، من أبناء الطبقة؟ لا أصل كردي كوباني، لكن هو ما عايش في الرقة من قديم. طب من أين كنت تعمل؟ من أين كنت تنفق على عائلتك؟ في البداية هما يعطونا في البداية، بعدين أنا لما جلوس أمي يبعث لي مصاري. كيف كانت تصل هذه الأموال لك؟ في الرقة في الطبقة موجود مكاتب حوالة، يعني مثلا أمي يبعث لتركيا هو يأخذ هناك ويعطيني يعطيني في سوريا، أو لا يبعث لبنان إيه، وبعدين هم يعطوني في سوريا. برأيك التنظيم من أين كان يتلقى الدعم؟ هذا التنظيم كيف كان يتلقى الدعم؟ من أين له الأموال يعني؟ وما من نفط عراق، من ذهب في العراق. بس وين كانوا يبيعوه؟ إلى من كانوا يبيعوه؟ من أين كان؟ النفط كان يذهب لتركيا. لتركيا. كل شيء في تركيا، كان كل شيء يدخل من تركيا. النفط كان يباع من العراق إلى تركيا؟ نعم، في التنظيم كان يبيع النفط لتركيا، الكل يعرف هذا. إمدادات الأسلحة من أين كانت تأتي؟ هم كانوا يشترون، الله أعلم، كانوا يشترون من كل منطقة، من جيش حر، من نظام، من تركيا يدخل. هل التقيت بالبغدادي شي مرة؟ لا، البغدادي ما يشوف أحد إلا مجموعته فقط. في البداية وقبل ما يدخل التحالف هو كان يظهر، لكن بعدين لما التحالف يتدخل ما كان يظهر. نعم. ما كانت تصلكم رسائل منه، أوامر؟ ايه نعم، هو يبعت كتاب الى مثلا الى الجنود، يقول يعني يقول روحوا موتوا. وين اول معركة خضتها؟ في حلب، جنوب حلب. ضد مين كانت؟ ممكن لا اقول في الكاميرا يعني صراحة. هي منطقة هناك جنوب حلب هي سنة 2015، بعد معسكر 3 شهر هم يأخذونه. بعد قلت لي حلب انتقلت للقتال بمنطقة أخرى وهي؟ ممكن لا أقول. أنت سلمت نفسك أو ألقي القبض عليك؟
سلمت نفسي قبل في جنب سوسة، منطقة أخيرة في جنب سوسة، موزان تعرفه؟ في جنب باغوز يعني قرى في جنب باغوز. في قصة بدي تأكد لي إياها أو لا، يقال إنه إذا من 3 أشهر يعني أنت لازم تكون تعرف تفاصيلها، يقال إنه ما بين maybe سبتمبر وبعد سبتمبر جرت محاولة انقلاب على البغدادي، وقالوا إنه مغاربة هم اللي حاولوا يعملوا الانقلاب، ما بعرف أنت قلي إذا صح ولا لا. ويقال إنه الانقلاب محاولة انقلاب فشلت وقاموا بإعدام هؤلاء اللي حاولوا الانقلاب على البغدادي. صحيح نعم، قبل في جنب منطقة يسمى كشمة في جنب الشعافة هناك، نعم هم حاولوا انقلاب، صار قتال قوي، وكانوا من ليس مغاربة، كانوا من ليبيا روسيا، هم مجموعة كبيرة من تونس، حتى من المغرب موجود، لكن كثير من تونس وليبيا روسيا روسيا روسيين يعني شباب روسي. أوكي. أي شهر هيدا؟ ممكن قبل 5 شهور، قبل 6 شهور. لماذا أرادوا الانقلاب على البغدادي؟ هما يوجد يعني في كلام كثير بصراحة، هما تنظيم الدولة يقول هادو خوارج تنظيم الدولة، بس هن شو كانوا يقولوا؟ الذين يريدون عمل الانقلاب أو حاولوا يعملوا انقلاب، هما يقولون هادو هما يستعملونا وهذو خونا استخبارات. هو في الحقيقة كله هما دائما يكذب مشان يستعمل شباب. يعني حاولوا ينقلبوا على البغدادي بهذه المنطقة، شو قلت ليش؟ شعفة يعني بجنب شعفة. يعني كشمة. بغدادي كان هنيك؟ ما أعرف، أكيد لا، بغدادي مستحيل يكون هناك. وين ما أعرفه؟ بصراحة لو أعرف مكانه، لكن هو مو موجود هناك، هو موجود ممكن في تركيا، ممكن في العراق، يعني مكان ليس في قتال. هؤلاء اللي حاولوا ينقلبوا على البغدادي شو عملوا؟ يعني شو صار فيهم؟ هم قتلوا، وبعدين هم أسروا، تنظيم الدولة يأخذ منهم، بعدين إعدام. كيف إعدموهم؟ في الشارع. في الشارع قدام الناس؟ نعم. هل شاهدت انت الاعدامات؟ لا ما شاهدت، لكن مو يعني مو كلهم، ياتي 2 3 هيك تاك تاك تاك، وباقي في السجن. حابب ترجع على ميلانو؟ نعم اريد العوده الى ميلانو، انتظر، واريد الذهاب مع عائله زوجتي واطفالي، وإن شاء الله هم قالوا لنا نحن نساعدك، أنا أنتظر هم يساعدون إن شاء الله. أين القيادات تبع تنظيم داعش؟ دائما يعني وخصوصا بالباغوز لم يجدوا أحد، كيف كانت خطتهم للهروب؟ هم أخذوا مصاري، أخذوا ذهب، ترتيب أمور عوائلهم، ترتيب أمورهم، هربوا، تركوا الشباب، فقط يقولون قتال، لازم نحن قتال، هذو الكفار ملحدين، نحن لازم قتال فقط، يعني استعمال فقط، وهم هروب من قبل. كيف ترتيب أمورهم؟ حكيت كلمة مهمة، ترتيب أمورهم، هذا الترتيب كيف كان يتم؟ يذهبون مناطق أكيد، يعني يشترون بيوت، يأخذون مصاري، يعيشون هناك بمصاري. أنت كنت بالباغوز، أنا ذهبت للباغوز، ما كنت تخاف على أطفالك؟ المنطقة كلها ملغمة بالباغوز، كيف هيك؟ كيف كنتوا تعيشوا يعني؟ والله بصراحة قتلوا كثير كثير، ماتوا شباب نساء كثير جدا بسبب ألغام، وحتى هم يعمل هذا قصد. ليه؟ حتى العالم لا يطلع برا، حتى يعني العناصر الجنود اللي ما يريدون القتال، هما يعمل ألغام عشان ما يخرجون. نعم كثير شباب، حتى في البيوت كان ألغام، كثير شباب ماتوا، نساء كثير ماتوا بانفجار في الألغام، أطفال. نعم